في مباراة تحت شعار نقطة أحسن من ما فيش، الأهلي بيخرج بتعادل قدام بيراميدز بغلطات غريبة من موسيماني، سواء بداية من التشكيلة أو التغييرات اللي عملها، والناحية التانية أروى بارينا لحد دلوقتي ما أثبتش نفسه تماما مع بيراميدز. هنتكلم في كل حاجة في حلقة النهاردة، بس طالما الحلقة دي وصلت لك انزل اعمل لايك واعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد عشان نوصل 5000 مشترك قبل نهاية 2020. يلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في الهجاصين. خلينا نبدا في البدايه بتشكيل الاهلي اللي كان عليه شويه علامات استفهام بالنسبه لي، اللي هو كان فيه شويه لاعبين كان المفروض ينزلوا من بدايه المباراه ولكن ما بداوش بعلامه استفهام كبيره على موسيماني. هو نفس التشكيل اللي بيبدا بيه على طول، بس فيه شويه تغييرات في عناصر اللعب. بدا بتار محمد طاهر بدل كهربا، بدا محمد شريف بدل ووتر بوليا، بدا بيه عمرو السوليه بدل اليو دياك. الثلاث تغييرات اللي غيرهم في التشكيل، انا مقتنع ان موسيماني هينزل قدام بيراميدز ضاغط ضغط عالي، عامل هاي بريش كبير جدا جدا جدا، ما بيلعبش ميديوم بلوك ولا حتى لو بلوك، بيلعب هاي بلوك كبير جدا علشان يضغط على بيراميدز ويقرفه في الخروج بالكره من تحت، وان هو يضغطه ويستخلص الكره منهم. مع ان يعني اللي احنا عارفينه ان دفاع بيراميدز لو ضغطت عليه ضغط كبير وضغط شرس هتعرف تستخلص منه الكره بكل سهوله، لكن اللي كنا شايفينه النهارده ان الاهلي طول الشوط الاول بيلعب بنفس طريقه نهائي افريقيا قدام الاهلي قدام الزمالك. وانا عايز اقول للموسيماني ان بيراميدز مش الزمالك ولا ماتش ده نهائي افريقيا، فانت لعبت نفس التشكيله اللي انت 4 4 2 فلات صريحه جدا، وبتلعب بيه قفشه قدام محمد شريف ومخلي اثنين باكات تنزل قوي لحد الاثنين قصدي الونجات تنزل جدا لحد الباكات عشان تقفل على الونجات بتاعه بيراميدز اللي هي ونجات مش بالخطوره اللي انت متخيلها، اللي انت بتلعب ناحيه الشمال رمضان صبحي اللي هو بيبقى ضاغط على محمد هاني كنت ماشي تنزل مع حسين الشحات، لكن الناحيه الثانيه ناحيه الشمال اللي بيلعب عليه عبد الله سعيد، عبد الله سعيد مش هيلعب لك كتير جدا على الخط، عبد الله سعيد هيسرق لجوه، واللي انت بيسرق لجوه ده ان علي معلول يخش معاه لجوه هتفتح مساحه كبيره جدا لايريك تراوري اللي هو يلعب في ظهر علي معلول. فانت في كذا حاجه في الحته الهجوميه اللي انت ما كنتش عارف تشتغل عليها، واللي انت ترجع طاهر محمد طاهر جنب معلول اللي انت كده الكريديت الهجومي بتاع اللاعب بتفقده. ليه بقى اللي انت بتفقده؟ اللي انت حتى اللاعب اللي بيلعب على معلول احمد فتحي، فانت في فقد اللي هنا اللي انت لو طاهر محمد طاهر قدام شويه كان ممكن يلعب في ظهر فتحي بكل سهوله. ولكن الحاجه الثانيه اللي انا ما كنتش فاهمها خالص 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 ان عمرو السوليه لسه راجع من كورونا ما بقالوش اسبوع، المفروض اعمل له برنامج تاهيلي اللي هو يرجع تاني واحده واحده. بدات بماتش المقاولين نزلته اخر تقريبا 10 دقايق واخر 12 دقيقه، النهارده بتنزله كلاعب اساسي ليه؟ مع ان نص ملعب بتاع بيراميدز اللي انت تعرف تكتسحه بكل سهوله لو كنت تلعب باليو ديانج. واحد يقول لي يا معلم اليو ديانج ما كانش هينفع في المباراه ديت بسبب كذا حاجه، كذا حاجه اولهم مثلا ان لعب الكوره على الارض او انت محتاج اثنين لعيبه كوره في نص الملعب. هقول لك حاجه ثانيه مهمه جدا 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 جدا، النهارده كل الكور الثانيه كل الكور الثانيه لبيراميدز او كل الكور الثانيه اللي كانت بتنزل من لعيبه الاهلي كان نص ملعب بيراميدز بيستغله وبياخده بكل سهوله. ليه بقى هنا؟ لان انت ما عندكش لاعب في نص الملعب بيضغط بقوه، بيضغط بقوه اللي هو يخش يضغط بكل شراسه انه يستخلص الكوره. لو اليو ديانج كان عندك النهارده في ارضيه الملعب من بدايه المباراه او نزلته حتى الشوط الثاني كان عمل ضغط على نص ملعب بيراميدز اللي هو اساسا ممكن اللي انت تقدر تكتسحه بكل سهوله، كنت تنزل اليو ديانج علشان ياخد الكوره الثانيه من لعيبه بيراميدز عشان تبتدي تطلع بالهجمه. لو كنت نزلت اليو ديانج وخد الكوره الثانيه من نص ملعب بيراميدز كنت قدرت اللي انت تجري اللي انت الهجمه المرتده اللي انت تيجي تعملها على بيراميدز كنت تعملها بكل سهوله، كنت تعملها بكل سهوله. الشوط الاول الاهلي كان هو اللي ماسك كوره مع ان هو اللي كان بيلعب بطريقه دفاعيه اللي هو راجع ورا شويه بيلعب اللي هو ميديوم بلوك او لو بلوك اللي هو راجع بكل خطوطه لورا مقرب المساحات مضايق المساحات، وكان في نص الملعب بيحاول يقفل المساحات التمريره على عبد الله السعيد. بس الحاجه برده اللي كانت مفاجئاني في بيراميدز ان اروى بارينا بدا المباراه حب يفاجئ لعيبه الاهلي، حب يفاجئ الاهلي وحب يفاجئ موسيماني ان هو يبدا المباراه بيلعب ضغط عالي وبيلعب هاي بريشر كبير جدا 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 على لعيبه الاهلي اللي هو بيضغط على الاهلي من قدام جدا لحد حراسه المرمى، كان بيضغط على محمد الشناوي وجون انتوي. فالمفاجاه اللي عملها دي اللي هو بيضغط على لعيبه الاهلي عشان يفاجئهم، لا اتفاجئ هو بقى اروى بارينا بمستوى لعيبه الاهلي سواء الدفاعيه او نص الملعب بطلوعه بالكوره من تحت لفوق كويس جدا، سواء بدر بانون اللي قدر يطلع بالكوره كتير جدا من تحت لفوق او ايمن اشرف او حتى الباكات بتاعتك لما كانت بتخش قلب الملعب كانت بتساعد انت تطلع بالكوره كويس جدا جدا جدا، ادى ان الاهلي يخرج الشوط الاول بتعادل سلبي ما يقدرش يجيب جون
قادر، كان الاهلي قادر ان هو يجيب جون واثنين الشوط الاول لو كان في بعض عناصر في الملعب زي كهربا مثلا ان هو بيخش كتير جدا جوه منطقه الجزاء وكان هيفيدك في الناحيه الهجوميه. والحاجه الثانيه وولتر بواليا، وولتر بواليا اللي انت نزلته في الشوط الثاني كنت المفروض تبدا بيه. ليه تبدا بيه؟ لان الفيزيكال بتاع احمد سامي وعلي جابر او اللياقه البدنيه بتاعت اللاعبين دول محمد شريف لا يقارن بيها تماما. فانت كنت محتاج مهاجم ان هو في الالتحامات الهوائيه يطلع ياخد لك الكوره في الالتحامات الهوائيه وينزلها واللاعب من لعيبه الاهلي ياخد الكوره الثانيه. والحاجه الثانيه ان هو في الالتحامات البدنيه او السرعات بتاعت لعيبه بيراميدز يقدر يكسب السرعات دي اللي احنا كنا شايفينها تماما من محمد شريف في الشوط الاول. لكن بدات الشوط الثاني انت عملت تغييرات، انا ما كنت بفرع ماتش ما كنتش فاهم التغييرات. انت نزلت كهربا بدل حسين الشحات، حسين الشحات كان من افضل لعيبه الاهلي في الناحيه الهجوميه، قررت ان انت تسحبه وسبت طاهر في ارض الملعب ونزلت كهربا. بعد كده خرجت محمد شريف ونزلت وولتر بواليا. احنا كنا قاعد بفرع ماتش كنت بتكلم ان هو ينزل لاعب تاني مع محمد شريف عشان الاثنين يضغطوا على لعيبه بيراميدز، في زي ما كنا نشوف الاهلي لما كان بيضغط على دفاع بيراميدز سواء على احمد سامي او علي جبر كانوا بيغلطوا. فانت لما بالك لو كنت تضغط عليه باثنين، تضغط بمحمد شريف او وتضغط بولتر بويا، الاثنين كانوا يضغطوا، كان قدرت تغلط دفاع بيراميدز كذا مره وقدرت تهدف. وولتر بويا نزل في الشوط الثاني، هو سوء الحظ معاه كبير جدا، راح بكذا كوره على مرمى الاهلي وعلى مرمى بيراميدز وجاب حتى جون والجون اتلغى. انا بصراحه حاجه بس بعيدا عن الماتش شويه، هنتكلم شويه عن التحكيم. التحكيم المصري انا مش فاهمه، انا حقيقي مش فاهمه سواء في الفار او في ارضيه الملعب. انت في كوره النهارده واضحه وصريحه هي يا اما ضربه جزاء على بيراميدز يا اما ضربه مرمى، انت حسبتها ضربه ركنيه. ازاي مش فاهم؟ لاعب احمد سامي دخل بدل ما يلمس الكوره شاط رجل محمد شريف في الشوط الاول وجهاد جريشه ولا حسب الكوره ضربه جزاء ولا حتى الفار كلمه فودن اللي هو يجي يشوف الكوره ولا قال له ضربه جزاء ولا اي حاجه. وحتى شفنا كذا كوره على الزمالك وللزمالك وكذا كوره على الاهلي وللاهلي مفيش اي نتيجه للفار. فاحنا ليه مطبقين الفار في زي اللي احنا مش بنستخدمه؟ انا مش عارف ليه حاطين الفار وشاشات وفلوس صرفنا ودولارات بنرميها على الارض واحنا ما بنستخدمش الفار اصلا. فخلاص بقى نلغي الفار وخلي التحكيم زي ما هو. كده كده الفار موجود مش موجود بيحصل اخطاء، الفار موجود مش موجود بيحصل ضربات جزاء على لعيبه مش ضربات جزاء، وفي ضربات جزاء ما بتتحسبش لفرق سواء الاهلي او زمالك او انبي او بنك الاهلي او ايا كان. فانت لازم التحكيم المصري الفتره الجايه نشوف له حل. انا من وجهه نظري ان احنا نجيب حكام اجانب زي السعوديه، لكن اللي انت التحكيم يفضل بنفس المستوى ده انا بصراحه مش فاهم. حتى التحكيم المصري لما بيخرج بره ويحكم في ماتشات في افريقيا برده نفس المستوى. فانت ايه تحكيم يعني تحكيم وط مش فاهمه. لما الاهلي بقى في اصابات اللي حصلت في المباراه لما خرج محمد هاني ونزل رمضان بيكهام لاعب مميز جدا قدر يقفل على رمضان صبحي كويس جدا. رمضان صبحي قدم مباراه النهارده ضعيفه جدا مش بالمستوى بتاع رمضان كنت متوقع منه ان هو يعمل مباراه اكبر من كده او مردود الفني في ارض الملعب يبقى اكتر من كده، لكن رمضان ما قدمش مباراه كبيره النهارده وقدم مباراه سيئه. قدر احمد رمضان بيكهام اللي هو يمسك كويس جدا ويقفل عليه كويس جدا، وكمان لعب في نص الملعب اللي رفع له قبعه النهارده هو حمدي فتحي لاعب سواء في الناحيه الهجوميه او في الناحيه الدفاعيه لاعب مميز جدا 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 جدا. قدر ان هو يخلي الاهلي في الناحيه الدفاعيه يقفل الزوايا التمرير على عبد الله السعيد، وفي الناحيه الهجوميه كان بيقدر يطلع الاهلي كويس جدا. ولكن الاهلي كان عنده مشكله ثانيه وهي الكوره او اللمسه اللي قبل الاخيره. اللمسه اللي قبل الاخيره كان فيها كارثه، كان في مس باص كتير جدا 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 من لعيبه الاهلي سواء طاهر محمد طاهر او قفشه او بعض الاحيان مع حسين الشحات، كان في مس باص كتير جدا قبل الكوره الاخيره. فانت كان عندك مشاكل كان لازم موسيماني يحلها، ولكن موسيماني في اخر المباراه عمل حاجه غريبه خرج محمد طاهر الجناح اللي هو ممكن يفيده في الهجمات المرتده اللي ممكن يفيده في اخر دقايق المباراه، وراح منزل ديانج اللي هو لاعب دايره صرف. ليه نزله؟ هقول لك انا ليه نزله. موسيماني بيتعامل كمدرس الالعاب. هتقول لي ازاي مدرس الالعاب؟ هقول لك مدرس الالعاب بيبقى في المدرسه قاعد على خط حاطط لعيبه او التبديلات اللي بتنزل او اللعيبه اللي هتنزل من بره مرتبهم اللي هو ده دورك وده دورك وده دورك وده دورك. النهارده كنا بنشوف كده كهربا وولتر باليا دورهم جه، بيانجي دوره جه فينزل. لو موسيماني فضل بنفس اسلوب مدرس الالعاب دول مش هيكمل مع الاهلي الموسم، لان موسيماني ما بينزلش تغييرات بناء على المباراه او ما بينزلش التغييرات بناء على مجريات المباراه او المباراه محتاجه ايه ويشوف التغيير اللي نزله، لا هو بيبتدي اللي هو نازل التغييرات اللي هو مرتبه اللي هو ده دورك وده دورك وده دورك وده دورك، وده مش هيفيد موسيماني في المباراه الجايه والماتشات الكبيره.
اول مباراه كبيره في الدوري ضد بيراميدز ما قدرتش، انت غيرت اللي ما قدرتش تفيدك، اللهم بس اولتر بوليا هو اللي قدر يفيدك، غير حاجه غير التغييرات الثانيه مش موفقه تماما من موسيماني. في الاول وفي الاخر هو مباراه كانت نوعا ما هي متوسطه من الاهلي ومتوسطه من بيراميدز، المباراه ده ما استفادش حاجه وده ما استفادش حاجه، وفي لعيبه اختفت كتير، عبد الله السعيد، رمضان صبحي اختفوا، اللاعبين دول لما اختفوا بيراميدز اختفى. فبيراميدز انا من وجهه نظري بالشكل ده مش هيقدر ينافس على الدوري السنه دي، والاهلي مع موسيماني بالتغييرات بالحاجات اللي بتحصل بالتحكيم بكل الكلام دون، انا شايف ان السنه دي الدوري هيبقى صعب، سواء على الاهلي او على الزمالك او على بيراميدز او ايا كان، الدوري السنه دي هيبقى صعب، تعثر ثالث الاهلي في الموسم بقى، تعثر ضد وادي دجله وتعثر ضد البنك الاهلي وهو التعثر الثالث ضد بيراميدز. وفي الاول والاخر تقرر رايي انا في مباراه الاهلي وبيراميدز، قول لي رايك انت في الكومنتس، قول لي كمان توقعاتك، هل الاهلي قادر انه يفوز بالدوري السنه دي في ظل المستوى ده وفي ظل المستوى موسيماني ولا لا، وقول لي كمان توقعاتك، هل بيراميدز قادر على المنافسه ولا لو مشي اروى بارينا ممكن يبقى قادر، قول لي رايك في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك، ولاول مره تشوفني انزل اعمل شاشه اشتراك في القناه وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، عشان نوصل 5000 مشترك قبل نهايه 2020، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر، وكان معاك مصطفى، شكرا، الحلقة الجاية، سلام.